السلام عليكم. اليوم جينا ككافة السلام عليكم. السلام عليكم خويا. جينا اليوم ككافة المواطنين نشوفوا هذا الموسم ديال مولاي عبد الله، نشوفوا هذه الأجواء الجميلة، ولكن لاحظنا بعض المشاكل اللي هي مشاكل تنظيمية. نظرا للناس انك تشوف اكتظاظ كثير، ما كاين واحد المشكل ديال التنظيم، مشكل ديال هادشي ماشي جديد او لا شي حاجه، ديما تنعيشوا هاد المشاكل في هاد الموسم. تردي الخدمات ديال النظافه، كيف كنوليو نعيشوا وسط الازبال المتراكمه بكون يستعصي على الشاحنات باش غادي تدخل تحيد دوك حاويات الازبال. كنتعرضوا يعني للخطر، لان كاين واحد البلطاجيه، واحد الطبقه اللي ما كتجيش الموسم مولاي عبد الامغار من اجل التنزه او التبوريده، كيجيو بصيفتهم كقطاع الطرق كمجرمين فارين من العداله. كيجيو لهذا الموسم اللي كيتعرف باكتداد وزيارات مليونيه، زيارات مليونيه باش كيمارسوا داك النشل ديال السرقه، والسرقه تحت السلاح الابيض. اسمع، مشينا في واحد الحاله مستعجله مع واحد الاخ المستشفى مع السابعه صباحا في هذا الموسم هذا، انتصادف انا ثلاثه الضحايا، اذا بواحد فيهم يحيدوا لي التليفون، يحيدوا لي البسطان بالوراء ديالو، وغادي يحيدوا لي السبرديله وغيضربوا رجليه يقطعوا لي عصبه. في موسم مولاي عبد الامغار في هذه السنه، وكذلك واحد ابن الساكنه الامغاريه اللي هو حرفي كيخدم يعني بجديده ميكانيك، جاي على الموطور ديالو، اذا بيه يتعرضوا ليه جوج مطر، واحد راكبين عليه ثلاثه وواحد راكبين عليه جوج، اذا بيه غادي يوقفوه وغينزل عليه بسيف راسو، يخليوه مغمى عليه، وغادي ياخذوا ليه الموطور ديالو، يحيدوا ليه بسطامو كارت غريز الموطور ورزقوا ليه في البسطام. تزامنا مع الايام الاولى لموسم مولاي عبد الله امغار، يعني تهديد الساكنه الامغاريه للخطر. كاين الفساد، كاين العهر، كاين الفسق، كاين الاجرام، كاين عده اختلالات بالجمله، وما خفي اعظم. يعني من العيب والعار كان موسم مولاي عبد الله للتبوريده، تولاو كيجيو واحد الناس اللي كيشوهوا هذه السمعه اللي تاثرت الساكنه بهذه الشبهه هذه ديال موسم مولاي عبد الله. كيف ولا يعرف الجميع بانه ولا مباح الدريه كتشطح في السهره، وفيديو ديالها كيداول كيشوفوا العالم، واذا بالاب ديالها ولا الاخوان ديالها تلغيرها بدات كيقتلوا فيها في ابناء الساكنه الامغاريه تدريجيا. لا حفظك تعيا نضالية، لا حفظك. للاسف الشديد الاخ باش تسلطوا الاضواء اكثر، هذا موسم مولاي عبد الامغار هو موسم للتبوريده والاحتفال بخريجين حملات كتاب الله. كانوا جميع المناطق كيف كتشوف دابا جميع الجهات كاينين السراب، راه كتجي الجهه كتجي معها السربه، وكيجيو الوليدات اللي حفظوا 60 حزب، وكيجي الاب ديالو كيأدي يعني الهديه للفقيه اللي تلمد على يدو الولد ديالو باش ولا حامل لكتاب الله. كتكون مسابقه في التجويد، كتكون مسابقه في الانشوده الدينيه. وللاسف من تسلطت الاضواء على موسم مولاي عبد الله بتنظيم السهرات والفسق والعهر، بدينا كنشوفوا نضاطرات ما هو تاريخي وما هو تراث اللي من اجله كيتنشا هذا الموسم هذا. كذلك كتشوفوا مجموعه من الرائحين الدراجات الناريه بدون خوذة، ربما ثلاثه على الموتور، جوج على الموتور. كيف كنسمع الاخ الكريم قلت لك كاينين ثلاثه كانوا على موتور وجوج على موتور، يوقف موتور ديال واحد من الساكنه الامغاريه اللي كيزاول المهنه ديالو ميكانيك معروف، اي واحد طوق عليه اون بان كيمشي صايب ليه عنده لاكيس ديالو كيهزف موتورو، واذا بهم يضربوه بالسيف، غادي يغيب وغادي يبداو يرجموه بالحجر وداو ليه موتورو ورزقوا. يعني كاين اجرام هنا في كاين الاجرام. وكيف كيعرف الجميع كانت واحد السياقه بتهور اللي كانت وفات ديال الشخص هنا بموسم مولاي عبد الله امغار. تمام. وقعات هاد الحوادث، وقعات يعني وقعات في هاد السنه ديال في هاد السنه هادي. كيف كيعرف الاعلام وهذيك الصحافه اللي من هذا المنبر كنحسبها مسترزقه، لانهم كان تواصل مع جميع المنابر الاعلاميه باش يديروا لنا التغطيه الصحفيه للوقفه الاحتجاجيه، وتعذر عليهم كاملين. وكاين الصحافه اللي جات صورات وما نشراتش،
وكاين شي صحافه محليه اللي صورت وكتبت المقال ومسحاته. يا اسف على هاد الصحافه اللي كنشوفوا يعني كدير هاد الافعال اللي منافيه للسلطه الرابعه اللي كتسمى الصحافه مهنه المتاعب وهي صوت الشعب. من هاد المنبر هذا كنوجه نداء لجميع الجهات المسؤوله بما فيهم السيد المحترم محمد سمير الخمليشي عامل اقليم الجديده بالنيابه، وكذلك رئيس جماعه مولاي عبد الله امغار. احنا هذا مطلب كنوجهوا لهم جميع تدريجيا كرئيس جامعه مولاي عبد الله، كنطالبوا منه باش يدمج هاد الشباب العاطلين باش يرفع الضرر على الساكنه باش يخدم معنا جديا ويستجيب للمراسلات ديال فعاليه المجتمع المدني. عام صورتوا معنا وللاسف من هذاك العام وحنا كنضحيو يعني كنديروا مساهمات مع بعضياتنا جوج دراهم ثلاثة دراهم لواحد عاطل باش كنديروا مراسلات السيد المحترم الرئيس والسيد العامل والسيد رئيس الدائرة وقائد قيادة ولاد بوعزيز. وإذا بينا من شفنا راسنا أطر عليا وتعنية عاطلة على العمل كنشتغلوا يعني الشغال المجاني التطوعي الخيري باسم جمعية منتدى شباب اليوم اللي عبد ربي كيترأسها، وكنشكروا بعض الساكنة القلة القليلة اللي كتستاجب مع الحملات التحسيسية لنظافة شاطئ مولاي عبد الله أمغار اللي كانت أربعة أيام، مع الحملة التحسيسية اللي كانت حديقة الشرفاء الأمغاريين، مع الحملة التحسيسية لصباغة الرصيف من جيوب المواطنين وأعضاء الجمعية عندما تعذر على جماعة مولاي عبد الله أمغار صبغ لنا الرصيف اللي هو في الحومة ديالنا أغنى الجماعة. وإذا بنا ما يروش بان الشركه اللي خدات الصفقه لصباغه الرصيف للطريق الساحلي اللي كتعتبر الواجهه الرسميه لمسمى مولاي عبد الامغار ما يروش بانه 90 مليون. وللاسف عندنا احنا مقاوله وعاطلين وعرضنا عليهم باش حنا يدرجونا في هذه المشاريع الصغرى ترافو بيبليك اللي كتعطيهم الجماعه بصفتنا كساكنه امغاريه كمقاولين امغاريين كاطر تقنيه مغربيه وامغاريه. وعندنا تجربه طويله ما يفوق 12 سنه اللي لبينا فيها النداء ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله وحفظه بجميع اوراش المغرب الكبرى من طنجه للقويره. والسلام عليكم.